بدير، لماذا هذا المشروع ولماذا هذه القيمة وكيف حددتم هذه القيمة المقترحة للتعويضات؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هو بداية القانون طبعا القديم اللي هو 652 سنة 55 بتاع التأمين الإجباري، ده كان طرق المسألة للمحكمة المدنية، هي اللي بتقدر قيمة التعويضات. تمام. فالقانون ده طبعا كنت يمكن أنا صاحب الفكرة، كان بس كان فيها عيب إن هو كان مرهونة بنهائية الحكم الجنائي في القضية الجنائية، وكانت بتاخد عشرات السنين وأحيانا توصل 15 سنة علشان الناس تصرف التعويض بتاعها. صحيح. فأنا كنت صاحب الفكرة في القانون 72 سنة 2005، أول مرة مرشح في مجلس النواب، ففي لقاء صحفي حصل بيني وبين صحفي جريدة الجمهورية، فبقول أنت هترشح ليه؟ قلت والله في لتعديلات بعض التشريعات وأمور أخرى وبتاع كده. كان من ضمنها قال لي اديني مثل، فاديت له مثل على القانون 652 اللي هو الخاص بتعويضات الطرق، التأمين الإجباري وحوادث الطرق. فقلت ما ينفعش ان الناس على ما تيجي تصرف التعويضات بتاعتها تقعد سنين ويكون العائل توفى ويكون الصغير اتشرد ويكون كل اتشرد والاستقام استقام، فالناس بتتعب في المسألة دي. فأنا بقترح كان متوسط التعويضات أيامها من 80 ل 100 ألف جنيه تقريبا، فقلنا ناخد متوسط التعويض ونقسمه 50% و50%، 50% على الشركة تدفع مباشرة بمجرد وقوع الحادث ببيانات محضر شرطة يحرف من معرفة النيابة المختصة وشهادة بوليسة التأمين من المرور، ويتوجه للشركة مباشرة يصرف التعويض اللي هم ال 40. دي كانت مطالب حضرتك من 2005. من 2005. احنا النهارده 2018. 2018. ما الذي تم في هذه المطالب؟ هم خدوا بالفكرة وفعلا اتنفذت واتطرح مشروع القانون وتنفذ على أرض الواقع. طبعا من 2007 ال 40,000 حتى النهارده مع تضخم الاسعار ما عادش تسوى قيمه. ال 40,000 في 2007 كانت بتشتري ما يقرب من 500 جرام ذهب. لو ال 500 جرام ذهب نص كيلو ذهب حاليا بيعمل كام؟ ده من 2017 بس للنهارده سنه واحده. 2007. لا من 2007. 2007 حتى النهارده. تمام. ديت اترفعت القيمه بتعمل بس برضه من 2000 لا من 2016 التعويم كان في اواخر 2016. ده قبل التعويم. قبل التعويم. لو قسناها قصدي نفس المقارنه لو كانت 2016 و15 هتبقى برضه الى حد كبير معبره. يعني النهارده ال 40,000 دي ما تعملش حاجه. 800% كان الضخم بيزداد على طول. في حين دلوقتي طبعا ال 40,000 جنيه ما عادش قيمه، لان هي قيمه بني ادم او شخص او عائل لاسره، وافتقدت او اسره افتقدت العائل الوحيد لها ان هم تغنيهم حتى يواجهوا يعني اعباء الحياه الصعبه في ظل التضخم اللي احنا فيه دلوقتي. تمام. فاقترحت المشروع. هو مشروع قانون بيناقش، ما زال بيناقش في البرلمان. في لجنه موقع من 10 عدد الاعضاء من اكثر من 60 نائب. في انتظار ايه دلوقتي؟ هو في اللجنه التشريعيه واخد دور في المناقشه ان شاء الله. في انهي دور القاضي اللي احنا فيه؟ الحالي ده. الحالي ان شاء الله، يعني باذن الله قريبا يصدر ان شاء الله. هدخل مع حضرتك في تفاصيل اكثر لهذا المشروع، مشروع القانون، لكن لازم اخد من خبره حضرتك.